وناخذ الجزء الاول من المحاضره الخامسه. بعد ما اخذنا النورمال فلورا وشفنا توزيعاتها اللي موجوده بالجسم واللي شنو سبب تواجدها وعرفنا شنو النوزوكوميال انفكشنز وعرفنا شنو انواع النورمال فلورا اللي هي ممكن تصير اوبورتونستيك انفكشنز او اوبورتونستيك باثوجينز، هسه نجي على البكتيريال باثوجينيسيتي. مختصر لكلمة البكتيريال باثوجينيسيتي هو عبارة عن ability to cause a disease. الباثوجينيسيتي هي مختصر كلمة الامراضية، تعريفها هو ability to cause a disease. الفيريولنس اللي هي يصحولها الضراوة، degree of the pathogenicity، يعني شنو اكو فرق ما بين الباثوجينيسيتي واكو ما فرق ما بين الفيريولنس. شنو الفرق الرئيسي؟ الفرق الرئيسي انه انا من اقول كلمه فيريولنس معناته ضراوه المرض، ايش قد سوى يعني ايش قد ظهرت الاعراض، شنو الدمج اللي سببه. تختلف عن الامراضيه، الباثوجينيسيتي اي كائن مجهري موك له قابليه على تغيير بالفسيولوجيه الخاصه بالخليه او النسيج الموجوده ضمن جسم الانسان يطلق عليه باثوجينز، لان له قابليه على احداث مرض او تغيير فسيولوجي وبالتالي القابلية على تكوين الباثوجينيسيتي. ولكن درجات الباثوجينيسيتي يطلق عليها شنو؟ الفيريولنس. types of bacterial pathogens، لازم نميز بين نقطتين رئيسية هي opportunistic pathogens والprimary pathogens. شنو opportunistic؟ يعني الممرضات المنتهزة. This causes disease only when the host defenses are impaired or compromised. يعني في حالة أنه أكو بعض الأشخاص وخاصة الكبار العمر أو الشخص الذي اللي يسوي عملية زرع الأعضاء، هنا طبعا ضمن البروسيجرز اللي بري قبل العملية بري بروسيجرز أنه يسوون تخفيض الجهاز المناعي، ينطوف فد أدوية معينة تخفض الجهاز المناعي. هنا الأنواع النورمال فلورا اللي موجودة اللي هي تعتبر أكو بيها opportunistic pathogens راح تقوم بعملية شنو تسوي أمراضية، وبالتالي opportunistic pathogens هي أنواع الأمراض التي شنو التي host defenses are impaired or compromised، مثال acquired disease immune suppressive therapy. The pathogens are part of the normal flora and when they are introduced into anatomic sites where they are not normally found they may develop to disease. من يقدر يقول لي في المثال بسيط واخذناه عن هاي البارت، من يقدر يقول لي في المثال عن هذا البارت؟ دكتور إشريشيا كولاي. بالضبط، وين إشريشيا كولاي؟ UTI يصير بال بالضبط المثال عليها الإيكولاي، من تنتقل من الانتستانز إلى اليورينال تراكت راح تسبب لنا الـ UTI infections اللي هي مناطق أو سايتس خارج عن المناطق الطبيعية. فلهذا دائما هذه الأنواع من النورمال فلورا في حالة تغيير مواقعها تسبب لنا شنو؟ ممكن تسبب لنا الباثوجينيسيتي. The primary pathogens. These pathogens are capable of causing disease in individuals with intact immunological defenses as they cause disease in individuals with impaired defenses. هنا هذا الفرق هنا راح نشوفه. مثلا السالمونيلا تايفي من راح تسبب لنا مرض، تسبب لنا مرض دايركت، مو هي نوع من انواع النورمال فلورا وتنتظر انه ينزل الجهاز المناعي، لا هي تهاجم جسم الانسان اللي تنتقل عن طريق الطعام المسموم او الماء الملوث. فمن تروح تهاجم السبب راسا السبب لنا امراضيه، حتى لو كان الانسان او الشخص معافى ما بي اي نقص بالجهاز المناعي. فلهذه السحوله البرايمري باثوجينز واللي تختلف عن الاوبورتونستيك باثوجينز. الفيريولنس فاكتورز، لازم نخلي بالنا شغله واحده، يعني احنا مثلا هسه خلينا نجي قبل لا ندخل على البكتيريا، باوع مثلا احنا ليش نصيح مثلا اكو شخص مسلح او اكو جيوش مسلحه او مثلا قوه عسكريه، شنو فرقها عن القوه المدنيه؟ القوه العسكريه هي عباره عن مجموعه من الاشخاص منظمين بتنظيم معين مزودين باجهزه ومعدات فتاكه، صح لو غلط؟ هاي تعريف للجيش او مثلا القوات العسكريه.
المدنية هم الأشخاص اللي عايشين يعني اللي هم ما عندهم أي نوع من التسلح وأي نوع من الأسلحة اللي هي ممكن تؤدي أو تسبب الموت للأشخاص الباقين. فمن يجي على الفيرولنس فاكتورز، إحنا نبسط الأمور إنه الفيرولنس فاكتورز هي عبارة عن الأداة أو الأسلحة اللي تستخدمها البكتيريا بالهجوم. فالفيرولنس فاكتورز أنا دائما من أسمعها يعني تشير إلى كل أنواع الإنتاجات أو البرايمري ميتابولايت أو السكندري ميتابولايت اللي تنتجها البكتيريا، أو أنواع الاتاتشمنت أو الابندج اللي موجودة، أو مثلا بعض من أنواع التراكيب الموجودة بالغلاف مال السيل وولز اللي تستخدمها البكتيريا لغرض شنو؟ لغرض الهجوم أو إحداث الباثوجينيسيتي. For the positions of virulence factor differentiate pathogen from non-pathogens. ليش differentiate pathogen from non-pathogen؟ لأنه هي هنا هي الميزة الرئيسية للpathogens. يعني ميزة رئيسية للpathogens أنه virulence factors اللي هي القابلية اللي هي عبارة عن مجموعة من الفاكتورز اللي تساعد البكتيريا أو المايكرو أورغانيزمز يعني مثال عليه الفيروسات أو الفنجاي على الهجوم أو إحداث الأمراض. فهاي الأنواع والأشكال تختلف ما بين نوع ونوع ثاني من البكتيريا، وكذلك تختلف ما بين الأوبروجينستيك والبرايمري باثوجينز. يعني حتى الأوبروجينستيك والبرايمري باثوجينز راح تختلف بيناتها الفيريولنس فاكتورز. من يقدر يجاوبني ليش اكو اختلاف بالفيريولنس فاكتورز ما بين الأوبروجينستيك والبرايمري باثوجينز؟ دكتور صباح الخير. صباح الخير دكتور. دكتور الأوبروجينستيك هسه قلنا انه هي عاده تكون نورمال فلورا وتتوفر لها ظروف مناسبه حتى تهاجم وتسوي باثوجين، بس البرايمري دكتور هي اصلا ممكن هي اصلا امراضيه، هي اصلا سبب امراض، هي ما متواجده بجسم الانسان، تعتبر الانسان كهوست لها. يعني هو السؤال جوابي صحيح، بس احنا يعني ممكن نتعامل باكثر دقه به، يعني شويه اكثر دقه. البرايمري دكتور يكون عندها، انت قلت قبل شويه انه عندها اسلحه حتى تسوي مرض صح، بس الابورتونستيك ما عندها اسلحه انه تسوي امراض. لا بالعكس، يعني هي موجود عندها، هي عندها قابليه على حق. بس شنو الفرق اللي يصير؟ الفرق اللي يصير انه الابورتونستيك راح تكون شنو عندها؟ الأوبروجينستيك يكون الفيرولنس فاكتورز مالتها مسيطر عليه، بينما البرايمري باثوجينز لا، قابليتها تكون شنو؟ تكون هجومية ضد الجهاز المناعي، ولهذا الفيرولنس فاكتور يختلف ما بين البرايمري والأوبروجينستيك بكتيريا. وضحت؟ نعم دكتور. زين يساعدنا الفيرولنس فاكتورز help bacteria to invade the host أو cause disease أو evade the host defenses. إذن تساعد على invade the host، تساعد على الهجوم على الوسط وتسبب الأمراض وتقاوم الدفاعات الجسم. أمثلة على الفيرولنس فاكتورز الأديرنس فاكتورز من اسمها، اللي عوامل تساعد البكتيريا على الالتصاق. Many pathogens colonize mucosal sites by the using pili. البيلي هو الفيمبريا اللي قلنا عليها، الأهداب اللي موجودة على جدار الخلية البكتيرية. To adhere to the cells. Fimbria are found in many bacteria like E. coli, Pseudomonas, Neisseria والفيبريو. الانفيسيف فاكتورز نوع الثاني من عدها، هي surface components that allow the bacteria to invade the host cells. This factor can be encoded to plasmid but often are on chromosomes. The invasive factors تساعد البكتيريا على الاختراق، تساعد البكتيريا على الاختراق الخلايا النسيج. طبعا هاي تكون موجوده ممكن بالبلازميد، يعني تكتسبها البكتيريا من انتقال البلازميد، او موجوده بالكروموسومز.
النوع الثالث هو الكابسولز اللي أخذناها كمركبات إلى الخارج من السيل انفلوبس. طبعاً الكابسولز دائماً البكتيريا اللي تنتج الكابسولز تكون نوعاً ما معقدة في طريقة المعالجة، لأن الكابسولز بها هواية صفات أخذناها سابقاً أنه تساعد البكتيريا على الهروب من الأجهزة المناعية وتساعدها على مقاومة المضادات الحيوية. فلهذا دائماً البكتيريا اللي تكون كابسوليتد تكون معقدة في عملية المعالجة وتكون مقاومة للمضادات الحيوية. فلهذا many bacteria surrounded by the capsules that protects them from opsonizations and pathocytosis. Most capsules are polysaccharides. أغلب الكابسولز هي polysaccharides composed of sugar monomers that vary among different bacteria. مختلف الكابسولز هي عبارة عن polysaccharides وهي مركبة بتركيبات معينة زين إلى الخارج من جدار الخلية. Capsules reduce the efficiency of the phagocytosis and prevent efficient opsonizations of bacterium by the complement or specific antibody. تذكرون المناعة يمكن تقول يا دكتور عبد الرحمن؟ فالأوبزينيزيشن اللي يصير أو الكومبليمنت سيستم تقاوم الكبسولز. كل أنواع الباثوجينز اللي مرتبط بالمينينجايتس أمراض أجزاء النقاع الشوكي والنيمونيا اللي هي أمراض الجهاز التنفسي أو السحولة التدرن associated have a capsules. مثال عليه هيموفيلس إنفلونزا، نايسيريا مينينجايتس، ستريبتوكوكوس نيمونيا. هذين الأنواع الثلاثة من البكتيريا جدا مهمة، ونضيف عليها الكورينو مايكوبكتيريوم تبركلوسيز اللي تسبب لنا التدرن اللي هي تكون كابسوليتز. دكتور تفضلي. أنا دكتور بس عفوا، احنا بالمحاضرة مال عملي أخذنا الميديا وأنواع الميديا، فمن سأل الدكتور ميثم إنه إذا كانت الهيموفيلس إنفلونزا كابسوليتد كل دواء؟ هو قال إيش لا؟ اي كلي مو كابسوليتد. قلت دكتور عندنا بالنظري، قلي لا هي مو كابسوليتد، لا هي كابسوليتد. بس اكو سيرو تايبس معينه من عندها تكتسب الكابسوليشنز. اكو من عندها انه تكون سيرو تايبس تكون كابسوليشنز. اوكي زين. النوع الرابع هي الانزيمز. اذا هسه احنا اخذنا الاديرنس فاكتورز، اخذنا الانفيزيف فاكتورز، اخذنا الكابسولز الكابسولز، واخذنا شنو هسه الانزيمز. انواع الانزيمز اللي ممكن تستخدمها البكتيريا از فيرولنس فاكتورز، لازم نخلي بين قوسين از فيرولنس فاكتورز. ليش؟ لانه مو كل الانزيمات هي فيرولنس فاكتورز، اكو انزيمات هواية تنتجها البكتيريا، بس اكو انواع من هاي الانزيمات يطلق عليها فيرولنس فاكتورز. مثال عليها ليكوسيدينز، هذا نوع من انواع الانزيمز اللي يمنع الفاجوسايتوسيس باي كيلينج وايت بي سي. هذا النوع من الانزيم تنتج بعض انواع البكتيريا، تنتج البكتيريا على يقاوم الدبليو بي سي فاجوسايتوسيس. الهيمولايسين من اسمه يسبب اللايسيز اوف ريد بلاد سيلز، مثال عليه ستريبتوكوكساي او الستاف اوريوس. الكوجوليز هذا يسبب تجلط الدم، كوز بلاد تو كوجوليت تو بروتكت بكتيريا فروم فاجوسايتوسيس اند اذر هوست ديفنسز. هذا النوع من الانزيم الكوجوليز اللي تنتجه هم انواع من الستريبتوكوكساي، هاي شو يسوي؟ تجلط الدم، تسوي مثل الحاجز يحيط بالبكتيريا، تمنع الجهاز المناعي من الارتباط بالبكتيريا. الكاينيز هو انواع من انواع الانزيمات اللي تنتج انواع من البكتيريا، يمكن اغلبها السالمونيلا او مجموعه الانتيروبكترياسي من مجموعه البكتيريا المعويه تنتجها. هذا dissolve blood clots which is the host form to isolate the pathogens and help them escape from the host defenses. هذا شي يسوي؟ يذوب الخثرة الدموية فيساعد على هروب الباثوجينز من هاي الخثرة على مد ما تتصيد بواسطة الجهاز المناعي.
كولاجينيز هنا هذا شو يسوي الكولاجينيز؟ احنا نعرف الكولاجين يعتبر من الانسجه الرابطه اللي موجوده بجسم الانسان. الكولاجينيز يقوم بعمليه تفكيك الكولاجينز، بريك داون ذا كولاجينز فاوند ان ماني كونكتيف تيشو، مثال عليها الكلوستريديوم بيرفرينجنس اللي سبب الغاز جانجري، يوز ذيس انزايم تو سيبريت ثرو ذا مسلز تيشوز. الهالورودينيز هذا انزيم يقوم بتفكيك حامض الهالورونيك اسيد اللي موجود ضمن الماتريكس اكسترا سيلولار ماتريكس مال الخلايا، فلهذا تقوم بتفكيكه وتدخل البكتيريا الى داخل الى داخل الخلايا الموجوده ضمن النسيج وتنتج ستافيلوكوكساي وستريبتوكوكساي. الستريبتوكاينيز الفايبرينولايسينز وهو عبارة عن إنزيم ينتج عن طريق السترب. هذا شو يسوي؟ It's activated a proteolytic enzymes of a plasma and aid in separate of strips through the tissue. طبعا هذا استخدموه استخدام طبي في شو يسوي؟ يقوم بعملية تفكيك الفايبرين كلوتس الخضرة الدموية واللي تساعد على يعني الاشخاص اللي صار عندهم جلطه ممكن يطوس ستريبتوكاينيز انزيم واحده يساعد على تفكيك الخضره وبالتالي يساعد على جريان الدم للاشخاص اللي يصابون بالخضره بالجلطه الجلطه الدمويه. البروتيسز اللي هو الانزيم المسؤول عن تفكيك البروتينز او بريك داونز ذا بروتينز، هذا شيء يسوي يقوم بتجزئه الهيميونوغلوبينز. احنا نعرف الهيميونوغلوبينز هو عباره عن بروتينز، التركيب العام هو بروتين، فلهذا البروتيز يقوم بتفكيكه. مثال عليه النيسيريا مينينجايتس وستريبتوكوكس نيمونيا. To inactivate the primary antibodies found on mycosal surface and eliminate the protections of the host antibody. أحد عنده سؤال لحد الآن؟ البكتيريال توكسينز شنو ممكن نقول الفرق ما بين التوكسينز والإنزيمز؟ دكتور شنو الفرق بين التوكسينز والإنزيمات؟ كان الانزيمات مرات تكون تساعد يعني بانهاء الوظيفه او تساعد بالعمليه مال الوظيفه، ونفس الوقت مرات تستخدمها كساينز تتبادل المعلومات بيناتها. بس التوكسين دكتور تعتبر يعني لها وظيفه دفاعيه، او ممكن تكون هي ناتج من الغذاء البكتيري. ناتج من الغذاء البكتيري، تمام. بعد منو عنده سؤال؟ منو عنده فكرة فرق ما بين التوكسينز والإنزيمز؟ دكتور الإنزيمز مو كلها فيرولنس، بس التوكسينز هي كلها فيرولنس. حلو. بعد دكتور ممكن التوكسين هو دمج يصير يعني أقوى من الإنزيم. حلو. دكتور الانزيم هو عامل مساعد، اما هذا التوكسين هو يعني يدمر الـ يعني وظيفته التدميريه، يدمر او يحمي البكتيريا نفسها، فيدمر العضيات الباقيه او يدمر الجدار من خلايا الباقيه. يعني هاي وظيفته تختلف عن الانزيم بانه الانزيم يساعد بالتفاعلات، هذا ما يساعد بالتفاعلات، يعني ما يكون عامل مساعد. حلو. بعد منو عنده فكره؟ اللي حكيته هو اغلبه يكون صحيح. التوكسينز يكون مور سبيسيفيك انه هو يعتبر كفيرولنس فاكتورز ويعتبر ويسبب دمج بالنسبه للهوست، مو مثل الانزيمات، مو كل الانزيمات هي فيرولنس فاكتورز قد ما هي
التوكسينز تكون دائما مخصصه از فيرولنس فاكتورز، يعني ماكو نوع من انواع التوكسينز اللي تنتج البكتيريا ممكن يكون غير ممرض، لا كلها تكون مؤثره على الجهاز المناعي. فلهذا هذا فرق ما بين التوكسينز وما بين الانزيمز، لان مو كل الانزيمز اللي تنتجها البكتيريا هي فيرولنس، بينما جميع التوكسينز هي تكون فيرولنس. زين toxins شنو تعريفه؟ are biochemically active substances that are released by microorganisms and have a particle effect on the host cells. 40% of the toxin cause disease by damaging the cell walls. اغلب الانواع التوكسينز احنا اذا ناخذ التركيب الدقيق للتوكسينز يكون بي تو بارتس، التو البارت اي اللي هو الاتاتشمنت وبارت بي اللي هو الاكتيف فورمز. دائما التوكسينز اللي تكون بجزيئتين رئيسيه، واحده ترتبط بالخلايا والثانيه تقوم بعمليه الدمج للخلايا وتساعد البكتيريا على الاختراق او احداث الضرر. طبعا دائما نقلب بالنا انه اكو نوعين من التوكسينز، اكو اللي اندو توكسينز والاكسو توكسينز. شلون انا اقدر اميز ما بين الاندو توكسينز والاكسو توكسينز، او بسؤال يعني اوضح شنو الفرق بيناتهم اكسو توكسينز والاندو توكسينز؟ أحد يعرف شنو الفرق ما بين الإكسوتوكسينز والإندوتوكسينز؟ فرق رئيسي. دكتور يعني واحدة داخل الخلية واحدة خارجية. دكتور الإكسوتوكسينز تكون الجرام مالتها جرام بوزيتيف وتكون قليلة بالجرام نيجاتيف، والإندو تكون بالجرام نيجاتيف. حلو زين، ليش موجوده قليله بالجرام بوزيتيف وموجوده بالجرام نيجاتيف؟ على اي اساس اعتمدنا هذا الشيء؟ على النمو مال الميتابوليزم؟ لا، ليش موجودة بالجرام نيجاتيف دائما تكون تحتوي على اندوتوكسينز بينما الجرام بوزيتيف ما تحتوي؟ بسبب فرق على الطبقات السيل وول او يعني طبقات الخليه الخارجيه. ايش بيها الطبقات السيل وول؟ وحده اثخن وحده اخف، الاخف تطلق برا بينما الاثخن ما تطلق برا تضل الجو، بس احنا عنده توكسين. لا هو انت يعني حكيت الجزء الاول صحيح حلو، بسبب التيتشايك اسيد والليبوتيتشايك اسيد. هذا وين موجود؟ الموجود بالسيل وول مال مالجرام بوزيتيف. زين شنو ربط وما موجود بالجرام نيجاتيف وهو اللي مسؤول عن الامراضية؟ زين بس ليش احنا بنقول اكو اندوتوكسينز موجود بالجرام نيجاتيف مو موجود بالجرام بوزيتيف؟ دكتور الاندوتوكسينز هو هذا يكون جزء من السيل وول. زين والاكسوتوكسين لا، هذا يتحرر بعد ما يعني شنو اللي موجود بالاكسو بالجرام نيجاتيف؟ الاندوتوكسين دكتور ال بي اس ما موجود بالال بي اس. بالضبط، وجود طبقه الليبوبوليسكرايدز اللي ضمنها الليبيد اي اللي قرينا عليها بالسيل وول مال البكتيريا هو اللي يكون السبب الرئيسي انه تكون اندوتوكسين، لان احنا قلنا ال بي اس هي جزء من الاندوتوكسين. لهذا طبقة الـ LPS تكون ما موجودة بالجرام بوزيتيف، فقط بالجرام نيجاتيف، وبالتالي فإنه طبعا دائما البكتيريا الجرام نيجاتيف تحتوي على الاندوتوكسينز، وأغلب بكتيريا الجرام بوزيتيف تنتج الإكسوتوكسينز. نخلي ملاحظة مهمة جدا إنه الإكسوتوكسينز حتى في غياب البكتيريا ممكن إنه يسبب إحداث مرض، ممكن يعني التوكسينز يكون بمسافة بعيدة عن البكتيريا يسبب توكسينز، بينما الاندوتوكسين لا يسبب مرض فقط في حالة وجود البكتيريا بموقع الإصابة.
مثال عليه البوتلايزمز اللي هو يكون هذا نوع من انواع البكتيريا الاكسوتوكسينز اللي يسبب لنا التسمم الغذائي. الاكسوتوكسينز produce mostly inside some gram positive bacteria and less gram negative bacteria. They are protein in natures and are many are enzymes. فاحنا خلي بالنا الاكسوتوكسينز يكون بالجرام بوزيتيف اكثر من الجرام نيجاتيف. ووضحنا شنو السبب. شنو مواصفات الاكسوتوكسينز؟ they are soluble in body fluids so can easily diffuse into the blood and are rapidly transported throughout the body. دائما يكون سريع. مثال عليه الكلوستريديوم تيتانوس اللي العفو كلوستريديوم تيتاني هي جرام بوزيتيف تسبب لنا تيتانيوس اللي هو يستحوله مرض القزاز. دائما هذا التوكسينز يمشي من خلال الدم من شخص. احنا دائما تشوفون احنا الاطفال من كانوا صغار يلعبون وينجرح الطفل ويوقع رسن, خاصه اذا وقع يعني بمنطقه ترابيه دائما ياخذوه اذا كان جرحه قوي يضربوه ابره قزاز. ليش؟ لان كلوستريديوم تيتاني موجوده بالتربه, هاي من تدخل الى الجسم تفرز التوكسينز. التوكسينز يكون جدا سريع بالانتقال من خلال الدم ويصل الى المناطق الجهاز العصبي ونقاط الاتصال او نقاط نقل الاعازات العصبيه, وبالتالي راح يسبب لنا الشلل او مرض القزاز. فلهذا دائما يشوفون الاطفال اللي ينجرحون ويوقعون دائما يضربون ابره القزاز. الإكسوتوكسينز cause damage to the host cells by destroying particle parts of the host cells, inhibiting certain metabolism functions. They cause extreme pyrogenic response اللي هي الفيبر. هاي مواصفات الإكسوتوكسينز. أنواع الإكسوتوكسينز أكو 3 major categories اللي هو cytotoxins, من اسم كلمة cyto يعني خلوية. Kill host cells by affect their functions. مثال عليه coronobacterium diphtheria. And neurotoxins اللي هي target the nervous systems and can interfere with the normal nerve impulse transmissions. مثال عليه Clostridium tetani والClostridium botulinum. Enterotoxins affect the cells by lining the gastrointestinal tracts. مثال عليه Vibrio-cholerae. هاي كلها أنواع شنية؟ أنواع الإكسوتوكسينز. ثلاث أنواع, ثلاث كاتيجوريز رئيسية: سايتوتوكسينز, نيروتوكسينز, انتيروتوكسينز. نشوف الأسماء. سايتوتوكسينز يعني يصيب الخلايا بصورة عامة, نيروتوكسين يصيب فقط الخلايا العصبية, والانتيروتوكسين يصيب الخلايا الجهاز الجاسترو انتستينال تراكس. توكسويدز هو عبارة عن توكسين معطل. is altered exotoxin injected to stimulate the productions of antitoxins and provide immunity. طبعا هذا شلون يصير؟ عاملة عدة معاملات. اكو معاملة بالحرارة او معاملة بالفورمالدهايد. inactivations of toxins without alternating antigenicity result in successful vaccines. مثال عليه الدفثيريا والتيتانوس توكسويدز. فدائما كلمة توكسويدز هي شنية؟ هي معناتها السم المعطل. الاندوتوكسينز they are complex lipopolysaccharides in the outer envelopes of the cell wall of gram negative bacteria. They are complex lipopolysaccharides in the outer envelopes of the cell walls of gram negative bacteria. Lipoprotein of LPS called lipid A is the endotoxin. The endotoxin liberates. شنو معنى كلمة liberate؟ دكتور liberate يعني يحرر. يحرر. When the gram negative bacteria die and the cell wall lies. إذن أول شيء نخلي ببالنا الاندوتوكسينز هو عبارة عن مجموعة من السموم موجودة ضمن تركيب الجرام نيجاتيف بكتيريا على السيل وول مالته. من درسنا السيل وول شفتوا شنو أهمية واحد من نركز على السيل وول؟ لأن إحنا لو ما نعرف تراكيب السيل وول كان ما قدرنا نعرف إنه الإندوتوكسينز موجود فقط بالجرام نيجاتيف ومو موجود بالجرام بوزيتيف.
دكتور بس اعذرني عن المقاطعه دكتور اكو بعض طلاب ترى ما يقدروا يفوتوا الكلاس يعني قبط ال كلاس تمام شكرا. نزلت الرابط الاحتياطي للطلاب يريدون يدخلون. زين. الليبوبروتين أو LPS called lipid A is the endotoxins اللي أخذناها من تركيب الليبوبوليسكرايدز. The endotoxins liberates when the gram-negative bacteria die on the cell wall light. The substance is the heat stable. يعني شنو heat stable؟ معناته إلها مقاومة قابلية على مقاومة الحرارة. مثال عليها سالمونيلا تايفي البروتيوس سبيشيز النيسيريا مينينجايتس. طبعا اغلب العائله المعويه اللي هي جرام نيجاتيف هي عباره عن شنو؟ عباره عن اندوتوكسينز، تنتج الاندوتوكسينز من العائله المعويه ان شاء الله راح تاخذوها هي اللي تسبب لنا الامراض المعويه او اللي تسبب لنا الامراض الجهاز الهضمي. Pathogenesis of bacterial infections. Transmissions of pathogens, bacteria adapted to the humans and animal environment to enhance the possibility of transmissions. البكتيريا دائما adapted to the humans and animal environment لأن تحتاج إلى المواد اللي تغذيها وتساعدها على النمو والتضاعف، ولذلك هي دائما تكون باتصال مباشر مع البيئة اللي موجود بها الإنسان والحيوان. The clinical manifestations of the disease produced by microorganisms often promote the transmissions of the agents. دائما احنا نخلي بالنا شلون تلتصق الخلايا البكتيرية. الخلايا البكتيرية تلتصق من خلال الابيثيال سيلز اللي موجودة اللي تغطي اغلب خلايا الجسم، ولهذا من ترتبط البكتيريا ترتبط عن طريق الاهداب او الفيمبريا اللي موجوده بالجدار الخارجي للخليه البكتيريا. هنا احنا قلنا اور الاتاتشمنت دائما شنو اكو البنتريشنز. هنا الانفيجن او البنتريشنز هو دخول الخليه البكتيريه وتضاعفها داخل الخلايا الموجوده ضمن النسيج، وبالتالي تسبب لنا الإصابة أو الأمراض، وممكن يتطور المرض إلى حالة خاطرة ينتقل بها البكتيريا من خلال البلود ستريم سببنا البكتيريميا. البكتيريميا هو مختصر لمصطلح يطلق على تواجد البكتيريا بتراكيز معينة ضمن المجرى الدموي للشخص المصاب. أحد عنده سؤال على الجزء الثاني المحاضرة الرابعة؟ دكتور بالنسبه للكوليستريديوم التربه قلت لما ينجح لما يعني ينجرح الطفل واذا اثر بتراب يتورم والقزاز تمام اي نعم سمعك مرات سمعت على اساس قبل يعني قبل كذا سنه من كانت الحروب بالسيوف وبالسهام كانوا يغرسون السهم بالتراب قبل ما يشبعوا على العدو صح هل صح. يعني هل كان ببالهم هم اكو يعني هيك فكره انه اكو بكتيريا وممكن تسبب اي ممكن اي ممكن لان هي البكتيريا هاي موجوده بالتربه لان هي انايروبيك بكتيريا فتواجدها بالتربه تشايفين مرات كانت الدعايات يعني بالنظام زي النظام السابق كنا نتفرج بالتلفزيون احنا كنا صغار من يقول من كانوا يحذرون من الاطفال اللي يعني النساء يولدون عند المأذونه او القابله المأذونه
شايفين من يقطعون الحبل السري ويتربوه او هيك يخلوه الجزاز صح لو غلط تذكرون هاي الفيديوهات اذا تذكروها يعني اي فكان من يقطعون الحبل السري كان شو يسوون يخلون الرمل او التراب ليش لان بي جزيئات من الرمل زجاجيه تساعد على ينقص الحبل السري فهو كان هذا السبب الرئيسي من انتقال البكتيريا فممكن السهام من كانوا يتربوها وهاي هم ممكن انه كانوا يعرفون اكو مشكله تصير من التراب شكرا اوكي شباب استراحه 5 دقائق ونبدي المحاضره الثانيه اوكي دكتورك بعد محاضرة لهم؟ يعني تدون تبدون بيها؟ والله دكتور أنا أعتقد لنا كفاية دكتور الله ساعدك هواية دكتور والله بيها حفظ هواية دكتور ليش هواية ساعدك؟ ما بنستوعب شي والله ليش؟ معلوم وانت هواية دكتور كان عندنا كويز دكتورة صفا طفيليات في شوية يعني على كيف فينا دكتور يعني ما تدو محاضرة بعد لا دكتور خلنا نحفظ الرابعة يا واي حكي شرح لا دكتور خليها على الأسبوع الجاي دكتور أي والله يعني على الأسبوع الجاي يلا مو مشكلة الأسبوع الجاي سيكون محاضرة 5